من الريحانية ينضم لنا الأستاذ عمار السلم وعضو مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري. أهلا بك معنا سيد عمار. في يوم الدفاع المدني كما ذكر التقرير أصحاب الخوذ البيضاء مثال للسلام، يعني تحدث عن جهودكم في مجلس الإدارة في الدفاع المدني السوري تحديدا لربما بعث السلام ولحماية المدنيين خاصة، ماذا يمثل لكم ذلك وماذا تقولون في هذا اليوم؟ تحية طيبة لك وللسادة المتابعين. طبعا بداية بدي احكي عن شعوري انا، من الصعب جدا انه احكي باسم اكثر من 3000 متطوع موجودين منهم بعضهم بالمناطق المحاصرة مثل الغوطة اللي اليوم عم تعرض لحرب ابادة، الصامدين هناك بمعدات بسيطة عم يحاولوا يفتشوا عن مساحة للحياة وسط الموت الموجود ضمن الغوطة. طبعا الدفاع المدني كان عن تأسيسه ب 2013 بلش كمبادرات مجتمعيه لمساعده المدنيين العالقين في الحرب للتخفيف عنهم واسعافهم واستخراجهم من تحت الانقاض. الدفاع المدني بلش بدون اي معدات وبدون اي ادوات وبدون تدريب، كان في عنده الاراده لحتى وعنده الدافع من الداخل لحتى يساعد الناس، يساعد المدنيين وما يضل عاجز. للاسف اليوم نشوف المجتمع الدولي والامم المتحده مع انه عندهم الادوات وعندهم المعدات وعندهم الطرق الوصول وهم عاجزين لحتى يعملوا شيء، وهذا الشيء زرع عدم الثقه عند الشعب السوري وعند شعوب المنطقه. نعم. هذا اليوم طبعا نحن نطلب من جميع العالم انه يوقفوا مع الانسان السوري اللي عم يموت، ونحن ما بدنا نضل نستجيب. بصراحه الدفاع المدني يعني نتمنى يجي اليوم انه ما نستجيب وما ينادونا بالابطال. نعم. وما ننطلق لحتى نستجيب. طيب الدفاع المدني السوري او الخوذ البيضاء، يعني رصيدكم من الاعمال الانسانيه، جهودكم الانسانيه كانت كلها في سبيل انقاذ ارواح الابرياء بكل حياديه من دون التحيز لاي طرف كان. الهدف والرساله من وراء ذلك؟ لا بصراحه الشعب السوري كما ذكرت لك يعني ترك لمصيره، ونحن قررنا انه نساعد المدنيين في كل سوريا بغض النظر عن طائفته او لونه او معتقده، وهذا الشيء الحمد لله نجحنا فيه انه نكون حياديين ومحبوبين من كل الشعب السوري. نعم. لحد الان نحن انقذنا اكثر من 100,000 انسان، فقدنا 220 شهيد كلهم ماتوا اثناء استجاباتهم للقصف، ماتوا بضربات ممتوجه للاسف، بعضهم مات في المراكز. نحن عندنا احصائيه الدفاع المدني منذ ايام، منذ تاسيس الدفاع المدني الى اليوم المتوسط الاستجابه 70 عمليه متوسط استجابه، ولا اظن ان دفاع مدني في العالم لديه هذه الاحصائيات، يعني هذه الكم من الاستجابات، 70 عمليه استجابه بشكل يومي نقوم بها في سوريا. طيب مع كل هذا النجاح الذي حققتموه ومع كل هذه الخطوات الانسانيه البحثه وانقاذ ارواح الابرياء وهذه الاستجابات التي تستجيبون فيها لكل من ينادي الدفاع المدني السوري، ومن خلال هذا اليوم يعني ماذا تقولون للشعب السوري؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ هل أنتم ماضون بكل ثقة وبكل عزم في هذا المشوار وفي هذه الرسالة؟ نعم، بالنسبة يعني فريق الدفاع المدني رح تستمر بالعمل إلى ليكون ما في حاجة للعمل. نحن بحلب بقيت فرقنا 150 متطوع داخل حلب الى اخر لحظه. في غوطه دمشق الان نحن لدينا هناك متطوعون يعني يعملون ليل نهار من اجل مساعده السوريين. في ادلب في درعا جميع المتطوعين سيعملون لتخفيف المعاناه عن الشعب السوري ان شاء الله، ولن نخذل الشعب السوري الذي خذله كل المجتمع الدولي. اشكرك جزيلا على هذه المداخله معنا عمار السلم وعضو مجلس الاداره في الدفاع المدني السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانيه، شكرا لك.